طريقة أسطورية ربحت منها 200 دولار مثل ما تشوفون قدامكم بالشاشة. 200 دولار عن طريق الرسم فقط، رسم أي يعني رسم إيقونة فقط، يعني رسم سهل جدا. وأيضا طريقة ثانية بداخل الفيديو شلون نحصل على الإيقونات مجانا ونبيعها على هذا الموقع، احنا نحصل من كل تحميلة يحملها العضو، ولكن احنا ما راح نجيب له زبائن للموقع، احنا راح ننشر الايقونه بالموقع، والموقع اصلا هو عليه عدد زيارات هائل جدا يصل الى تقريبا الى 10 ملايين زياره بالشهر، وكلهم من الدول الاوروبيه، مو دولنا احنا يعني يدفعون فلوس. حصلت عن طريق نشر تقريبا 150 ايقونه مبلغ 200 دولار خلال شهر واحد، يعني بدون ما تعبت، بس مجرد حبيت اجرب الموقع ونجح وياي. مثل ما تشوفون هاي بالشاشه انا عرضتها قدامكم، فالطريقه جدا فعاله وجدا سهله. خلونا نتابع الفيديو يا شباب. ونسيت اقول لكم لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك وتابعوا الفيديو للاخير. اوكي يا شباب، نبدي بالموقع. موقع فلات ايكون، موقع جميل جدا انه انت تقدر من خلاله ترفع ايقونات على هذا الموقع، وهذا الموقع راح يعطيك فلوس مقابل كل تنزيله ينزلها الزبون اللي يجي يشتري ايقونه مالتك. طبعا انت مالك علاقه بالزبون، الزبون هو يجي يعني تلقائيا على هذا الموقع، لانه هذا موقع امريكي مشهور بمجموعه من الايقونات اللي يحتاجوها بالتصاميم او بالتطبيقات او باي شيء هم يحتاجونه. انت راح تجي ترفع ايقونات على هذا الموقع، راح يجي الزبون يشتري من الموقع، انت راح تحصل عمولتك على ويدفع لك الموقع على الباي بال. مثل ما شفتوا ببدايه الفيديو، انا خليت لكم اثبات سحب 200 دولار لاحد الاصدقاء اللي يعني استخدموا الطريقه بشكل صحيح، ودز لي اياها وقال لي سويها شرح على قناتك. طبعا يا شباب خلونا نبدي بالشرح. اولا انت ما يصير تروح على كلمه ريجستر، لا تروح على ريجستر، لان اذا رحت على ريجستر تسجل معناها انه انت راح تصير تريد تشتري، اما انت فتريد تكون سيلر بائع، انت تريد تكون بائع، فتروح على بيكوم كونتربيتور، يعني المهم هذه اللي قدامكم تضغط عليها. بعد ما راح تضغط عليها راح يحولك على هذه الصفحه، الصفحه هذه راح انت تعوف كل هذا الحكي اللي بيها، راح تروح على جوين ناو. اوكي، راح تروح على جوين ناو. طبعا انا سجلت بيها مثل ما تشوفون، انا مسجل بيها، فانت راح تطلع لك بهذه الواجهه، اسجل بيها يوزر نيم وايميل باسورد، او تريد عن طريق تويتر او فيسبوك او جوجل. طبعا انا راح اسجل دخول عليها، لان انا اصلا مسجل دخول، يعني انا اصلا عندي حساب عليها، على مود اشوفكم شلون راح تطلع لنا. اوكي، راح يحولني على الموقع على الداشبورد. اوكي، حولني على الداشبورد يا شباب. طبعا مثل ما تشوفون حساب فيك هذا اصلا، يعني انا حساب هذا ما استخدمته، يعني حسابي الاساسي ما مستخدمه، فهذا هو الحساب ليفل 1 مثل ما تشوفون. هذه هي واجهه الموقع. فانت هنا راح تجي عندك هنا، اذا تريد تعرف ايش كم ايقونه عندك هذا، المهم راح اشرح لك اني هسه انت كم ايقونه عندك. صفر رصيدك، حوالي رصيدك حاليا صفر، فانت حاليا تحتاج بس انه ترفع ايقونات. شلون ترفع ايقونات؟ تروح على هاي ابلود فايل، ابلود فايل راح يقول لك هنا اسحبها والصقها، او تطي براوز. اوكي، وتختار الايقونات اللي عندك. لازم تكون عندك 20 ايقونه حد ادنى، وبعدها انت تقدر تزود، عندك 50 ايقونه تقدر، وتقدر 60 والى ما لا نهايه. فانت خلي 50 ايقونه بالمجموعه مالتك على مود تكون جذابه النظر اللي يريد يشتري من عندك. فانت راح تخلي 50 ايقونه. شلون راح تسوي هاي الايقونات ومنين راح تجيب هذه الايقونات؟ هذا كله يمي راح انا اعلمك اياه بالفيديو. عندنا موقعين يا شباب، نقدر من خلال نحصل على ايقونات. خوش، فراح نروح على الموقع الاول اللي هو اسمه ايكون فندر. يعني هنا تقدر انت تعثر على الايقونات، ولكن ما تقدر يعني هذا بفلوس، ولكن احنا راح نجي الى طريقه. اذا انت تعرف ترسم وتعرف تسوي ايقونات، او مخيلتك واسعه انه تقدر تسوي ايقونه، فتجي تنزل اسفل الموقع جوا، بعد تروح تجي تنزل اسفل الموقع وتروح على ايكون اديتور. ايكون اديتور، اوكي، تطي على ايكون اديتور، تطي على هاي اللانش، المهم تدخل على هذه
الصفحه. هذه الصفحه يا شباب انت هنا تقدر ترسم ايقونه. مثلا خلي على سبيل المثال اريد ارسم ايقونه بيت على سبيل المثال، مثلا اجي اقول هذا الشكل هذه الايقونه مثلا، ونجي نرسم من هنا. على سبيل المثال هيجي، واريد ارسم يعني هذا الشكل. يعني على سبيل المثال هيجي صار مثل الظرف تقريبا، ما على العموم يعني. المهم الفكره انه هسه احنا سوينا هذا، هذه ايقونه تعتبر، فراح اجي اعطيها لازم تاخذها بصيغه الاس في جي فيكتور، يعني فيكتور اس في جي على مود يقبلها الموقع. تعطيها سيف، انحفظت يا شباب عندكم. بالتالي انت وين راح تجي تعطي ابلود، تعطي براوز، راح تلقاها موجوده عندك هنا، ولكن انت لازم عندك اقل شيء 20 ايقونه، وانا نصحتك انه تسوي 50 ايقونه. هسه خلصنا من الموقع الاول، نجي للموقع الثاني اللي هي ايقونات جاهزه، يعني انت هنا ما راح تحتاج اي ايقونه. نجي هذا موقع عربي يا شباب، موقع عربي نقدر نحصل عليه على نسوي حزم من ايقونات ما لا نهايه، تصل الى 2000 3000 ايقونه براحتنا. نجي هسه احنا نختار عفوا الايقونه اللي نريدها احنا. مثلا هسه احنا نريد هذا الشكل من ايقونات اللي هي جيمنج، ايقونات جيمنج. اوكي نجي ندخل هنا الايقونات الجيمنج، هذه كلها ايقونات يا شباب. شلون راح نحمل هذه الايقونات؟ راح نحملها عن طريق الضغط عليها، بس مجرد ان تضغط عليها او تفتحها بوابه جديده نضغط عليها يا شباب. مثلا نريد هذه الايقونه، راح يقول لك هذه هي الايقونه، شلون تريد تحفظها؟ قل له اريد احفظها اس في جي. ما راح تضغط عليها، راسا راح يقول لك راح يبدا التنزيل تلقائي، تنتظر شويه. نزلت يا شباب مثل ما تشوفون، نزلت قدامكم، وايضا تقدر وهكذا تستمر بها. مثلا هذه انت تحتاج الايقونه، تجي عليها تعطي اس في جي وتخزنها. مثل ما شفتوا يا شباب صارت عندنا 2 ايقونات، وهكذا نجمعهن نجمع فنخليهن بحزمه كامله. نجي وين؟ على الابلود. نجي على الابلود، خلينا نجمعهن يا شباب، خلينا نجمعهن. اوكي خلينا نجمع، راح اوقف التصوير او هو بهذا الشكل احنا راح نجمع. ماكو بعد عندنا شيء، مجرد ان تحط براوز، تعطي تحددهن كلهن. مثلا انت عندك 50 او ها تحددهن كلهن، تعطي اوبن، راح يقول لك نواس لازم تخلي على 50، فانت راح تخليهن تسوي لك 50 وحده وترفعهن وتكتب اسم الايقونه. يعني مثل ما هسه راح اشوفكم شلون الشكل النهائي لها. ماشي فلاتيكوهين. اوكي هنا أنا مثل ما تشوفون تخلونها هيك وتكتبون اسمها، مثلا هسه هاي باك تو سكول، العوده للمدرسه، او تخلونها يونيفرسيتي، او 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 يعني انت تختار اسم المجموعه شنو تسويها. خوش فراح تبيعها. طبعا شلون راح تربح من الموقع؟ انت شلون ربحك راح يكون من الموقع؟ تربح من الموقع عن طريق انه انت مو تنشر هذه المجموعه، راح تصير هي برايم مدفوع، فاللي يريد يجي يحمل هاي الايقونات المدفوعه. مثلا انا بدي احمل هاي، ايش راح يقول؟ راح يقول لازم تشترك باشتراك برايم 7.5 دولار شهريا، يورو شهريا. اللي راح يجي يشترك من هنا يعني راح ياخذ عضويه مدفوعه لمده شهر، يحمل ما يريد، يعني يشتري ما يريد اي شيء من الايقونات يحملها. انت على كل تحميله يحمل من ايقوناتك راح تاخذ عموله، بالتالي انت اذا حملوا منك تقريبا 100 شخص انت راح تحصل اكثر من 200 دولار. ليش؟ لان هم يتقاسمون وياك العضويه. يعني انت مثلا من حمل من عندك هذا، هو ماخذين منه 7 دولار، انت تقريبا ينطوك دولارين على كل تحميله من مناراتك. ماشي يا شباب؟ فبالتالي راح تحصل اموال يعني لا باس بها، وتقدر انت تنمي مشروعك عن طريق يعني تطور عضويتك بالموقع، تطور العضويه بالموقع يا شباب. ماشي لهنا يا شباب انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله انتظروني بحلقه ثانيه، وان شاء الله راح تكون ربح اكثر واكثر. في أمان الله.